السلام عليكم. يعود ملايين الطلاب العرب في هذه الأيام إلى صفوف المدرسة في موسم دراسي جديد يؤمل أن يكون أفضل من سابقيه على صعيد الجودة التعليمية. والجودة التعليمية تبدو أنها ضالة النظام التعليمي العربي في وقت تهيمن فيه الأساليب التقليدية على حساب وسائل التقنية الحديثة التي لا تؤدي دوراً محورياً في النظام التعليمي العربي. بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد، نتوقف في حديث العرب مع واقع التعليم العام في الدول العربية وآفاقه. التفاصيل بعد متابعة التقرير. يعاني قطاع التعليم في العالم العربي من أزمات مزمنة تتفاوت حدتها بين دولة وأخرى، تبعاً لتفاوت ما تبذله حكومة تلك الدولة من جهد للارتقاء بمستوى التعليم فيها. وبحسب الباحثين، فإن ثمة علاقة طردية بين الاستقرار السياسي والرفاهية الاقتصادية في أي دولة وبين أوضاع القطاع التعليمي فيها. وعليه فإن واقع التعليم في الدول العربية يظل محكوماً بهذه العلاقة، فأكثر الدول العربية تعاني من مشكلات أمنية وأزمات اقتصادية مزمنة ناجمة بدورها عن صراعات سياسية باتت تهدد مستقبل هذه الدول. ويؤكد الباحثون أن التراجع التعليمي في العالم العربي يعود في المقام الأول إلى نقص التمويل، إذ إن موازنة التعليم في أكثر الدول العربية تتسم بالضعف الشديد. وتكفي في هذا الصدد الإشارة إلى أن موازنة التعليم قبل الجامعي للعام الأخير في مصر مثلاً قد بلغت نسبتها 1.2% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقل كثيراً عن المعدلات العالمية التي تزيد عن 4.5% من الناتج القومي الإجمالي لأي دولة. كما يعود تراجع التعليم في الدول العربية كذلك إلى التحديات الهيكلية في نظم التعليم، تلك التي تتعلق بالبنية التحتية ونقص الأبنية والوسائل والمعدات التعليمية، وكذلك إهمال البحث لتطوير المناهج وتدريب المعلمين، الأمر الذي يؤثر سلباً على التعليم وجودته. وبينما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إيجاد نظم تعليمية يمكنها دعم المجتمعات والاقتصادات النامية وتحقيق أحلام وطموحات الشعوب حول العالم، تؤكد أبحاث منظمة اليونسكو الأممية على أن توفير التعليم للأطفال هو السبيل لتفادي السقوط في دوامة الفقر وللتطلع إلى مستقبل واعد وحياة كريمة، ليس في الدول العربية فقط وإنما في العالم أجمع. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا في الاستوديو مع حفظ الألقاب محمد فارس سيد الشنقيطي، الباحث في قضايا التعليم في البلدان العربية، وكذلك سميح الشيخ مدير عام مدارس الأوائل الدولية في إسطنبول، على أن يشاركنا أيضا من القاهرة عبر تطبيق زوم أحمد عبد الباري المستشار التعليمي. أهلا بكم جميعا. لو بدأت عن يميني أستاذ محمد، التعليم بشكل عام في الوطن العربي في حالتيه الحكومي والخاص، أي تقييم يمكن أن يقدم له في وقتنا الراهن في أيامنا هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ جهاد على الاهتمام بهذا النوع من المواضيع التي هي ينبغي أن تكون في لب الحدث، وينبغي أن نهتم بها أكثر من غيرها، لأننا نحن أمة إقرأ، نحن أمة التعليم. أول ما خطب به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي هو اقرأ باسم ربك. فالتعليم لا يمكن لأي أمة أن تنهض، وخاصة في عصرنا هذا، بدون تعليم. ولكي ينجح هذا التعليم ولكي يكون هذا التعليم ناجحا، ينبغي أن تكون هناك أسس وأهداف وغايات واضحة ومحددة ومنبثقة من هوية البلد، هويته الدينية وهويته كذلك العربية، هويته العربية الإسلامية. وينبغي أن يكون هذا البلد حريصا على توفير أولا بنية
تحتية. بس طب لو أذنت لي أستاذ محمد، يعني سنأتي على ذكر معايير التعليم الجيد، لكن نحن الآن في البداية كمدخل إلى الحلقة نريد أن نتحدث عن الواقع، واقع التعليم سواء كان الحكومي أو الخاص، كيف تقيم هذا الواقع اليوم؟ حسب ما يظهر للباحث في شؤون التعليم والدارس عن التعليم في الوطن العربي، التعليم في الوطن العربي يتفاوت، ولكن السمة الغالبة له العامة له أنه في تذبذب وتيه، أولا لعدة أسباب، منها أنه في كثير من البلدان فاقد لهويته، هو تقليد لتجربة في دولة أخرى أو استنساخ لتعليم في دولة أخرى، وخاصة هنا عندما نتكلم عن دولة نقول استنساخ لتعليم أوروبي، استنساخ لتعليم أمريكي، استنساخ لتعليم آخر، لا هو تعليم يبنى على الهوية التي هي هوية بلداننا العربية الإسلامية، وهي هوية ذرية وهوية تربط دولا كثيرة ما بين المحيط إلى الخليج، هوية ذرية وغنية وتمتاز بأنها هوية صلبة. يعني كيف لو توضح لي، يعني هنا نقطة مهمة أشرت إليها، يعني أشكرك عليها، يعني ما معنى أن التعليم هنا مبني على التقليد أو الاستنساخ التعليم في أمريكا أو في أوروبا؟ كيف ينبغي أن يربط بالهوية أو أن يعبر عن الهوية الذاتية؟ أولا نحن عندما ننظر للتعليم، ننظر لبعض النماذج، مثلا نرى أنه في بعض الدول، عندنا في بلدنا مثلا موريتانيا أو في المغرب، يأتي وزير مثلا فيأتي ببرنامج معين، ثم يأتي وزير آخر فيأتي ببرنامج آخر معين. في موريتانيا مرة جاء وزير فقال الجامعة لا يسمح أن يدخلها شخص عمره فوق 25 سنة مثلا، فسئل لماذا؟ قال هذا مطبق في الدولة كذا الفلانية مثلا. دول يعني لم يقدم تبريرا، وإنما لأنه مطبق في دولة، لأنه مطبق في دولة أخرى. عندما ننظر مثلا إلى بلداننا نجد أن اللغة الأم للطفل، التي هي التي تعلمها أول شيء، تعلمها الطفل من والديه، هي التي تعلمها الطفل في محيطه، هي التي يعرفها والد الطفل، نجد هذه اللغة مهملة أو هامشية في التعليم، وخاصة إذا تكلمنا عن التعليم في المغرب العربي نجد أن هناك لغة فرنسية مستوردة مفروضة. التلميذ هنا وخاصة في المراحل الابتدائية، هي أهم المراحل، هي التي يأخذ فيها الطفل أول اللبنة الأولى التي يبني عليها، التي يأخذ فيها لغته، تصوره عن التعليم، هي التي يأخذ فيها حب التعليم أو النفور من التعليم، هي التي يبدأ فيها تطوره أو انتكاسه في التعليم. هذه إذا قابلت هذا الطفل بمقررات مستوردة بلغة ليست هي لغته، الأصل في هذه المرحلة، في المرحلة الابتدائية، أنها تكون بلغة وبمناهج يمكن أن يكون البيت مساعدا فيها. نعم. يعني يمكن والد الطفل، أهل الطفل، ذو الطفل، يمكن أن يكونوا عونا له وسندا له في هذا، يمكن أن يراجعوا له مقرراته، يمكن أن يزيدوا فيها في تربية دينية، في تربية مدنية، في شيء يتعلق بالهوية. لكن أشرت إلى النقطة أيضا مهمة متعلقة بجودة التعليم. هنا لو أذهب إلى الأستاذ سميح، أنت صاحب خبرة يعني كبيرة في حقل التعليم، يعني 40 عاما وأنت في المدارس، وبارك الله في عمرك وعملك. إذا أردنا أن نقيم هذا التعليم بأنه جيد، بأنه يتمتع بجودة تعليمية، أو أنه سيء، لابد أن يكون هناك معايير وشروط يحكم من خلالها على هذا التعليم بأنه جيد أم سيء. ما هذه الشروط وما نسبة تحققها في التعليم العربي؟ بداية أستاذ جهاد أشكر استضافتكم وكلام الجميل اللي تكلم فيه الأستاذ محمد عن التعليم واستنساخ التعليم. أستاذي الكريم، التعليم مهمة تتعلق بالأمة، القضية التعليمية كلها تتعلق بالمعلم المتعلم المنهاج، ثلاثية. وهذه الثلاثية التي عبر عنها المثلث الديدكتيكي، يعني المثلث الذي يتعلق بالتعليم، بالتدريس، طرائق التدريس، منهجية التعليم، يعني بمعنى آخر بكل ما يتعلق بالتعليم.
هؤلاء المحاور الثلاثة سيدي إذا اختل واحدا منهم اختلت العملية التعليمية. كيف يكون الاختلال؟ الاختلال اختلال المنهاج سيء، أو المعلم غير كفؤ، أو الطالب غير مهتم. هذه نقطة أن يكون المعلم غير كفؤ أو الطالب غير مهتم قد تكون واضحة، لكن كيف يحكم على هذا المنهاج بأنه جيد أم سيء؟ هل من الضروري، يعني حتى أوضح أكثر، هل من الضروري أن يكون المنهاج أمريكيا حتى يكون جيدا، وأن يكون عربيا حتى يكون سيئا؟ لا سيدي الكريم، هناك شيء اسمه بالزراعة استصلاح الأراضي. استصلاحها يعني تنقية التربة، مكافحة الحشرات، تهيئتها للزراعة. نعم. ثم نرش بها البذور ونغرس فيها الأشجار كي تثمر وتعطي ثمرا جيدا. كذلك البيئة التعليمية سيدي، إن لم نهيئ لها الجو المناسب من المنهاج والمربي المعلم الكفؤ لا تنجح. الطالب ربما يكون لا دخل له، هو المسكين الضائع بين المنهاج وبين المعلم. المعلم محور أساسي في التعليم، ولئن كان العلم الحديث يقول لا، الطالب أو المتعلم هو المحور الأساسي، هي في التعلم، لأن هناك فرق بين التعليم والتعلم. صحيح. التعليم يكون بين مدرس وطالب، مربي ومربى، ابن، ولد، عامل، صانع، هذا تعليم. التعلم سيدي الكريم يكون تعلم ذاتي، ربما أنا أتعلم من تصرف الآخرين، أتعلم من الواقع. قضية المنهاج أثرت انتباهنا فيها، يعني متى يكون المنهاج يعني ذا جودة حتى يحكم على العملية التعليمية بأنها جيدة انطلاقا من المنهاج؟ يا سيدي الكريم، المناهج يجب أن تكون مترابطة مع بعضها البعض ومتسلسلة. ما أخذه الطالب في المرحلة الابتدائية بالصف الأول ما يكون يبنى عليه في الصف الثاني معلومات الصف الأول، في الصف الثالث معلومات الصف الثاني، يكون هناك ترابط وتكامل في المنهاج، ما يكون هناك فجوات. إذا كان في المنهاج فجوات فهذا المنهاج لا يصلح. هي واحد. اثنين، أن يكون هذا المنهاج مواكب للعصر، مواكب للعلوم الحديثة، وإلا نحن سننسلخ من واقعنا، هذا يجب أن نعترف به. طبعا لا أقصد في ذلك التعليم الإلكتروني والرقمي و ولأن كانت مدارسنا كلها أصبح فيها الشاشات الذكية والتعليم الإلكتروني، ولكن نحن ننصح دائما بالكتاب والعودة إلى الكتاب. نعم. الطالب كما لو أنك ضد التقنية الحديثة؟ لا، لست ضدها سيدي الكريم، التقنية الحديثة ربما تصلح لهم لا تصلح لنا، كل أرض لها غرسها. لماذا لا يستفادوا منها في التعليم العربي؟ أستاذي الكريم، نحن في تجربة أيام الكورونا، أيام الكورونا كان ابني وابنك وبعض الطلبة تجينا أخبار عنهم، والدته تتركه أمام درس، ترجع تلاقي حاطة الدرس فوق في زاوية الشاشة ويلعب الألعاب الإلكترونية. لكن لا يمكن قصر التعليم في وسائل التقنية الحديثة في التعليم على الزوم أو السكايب، وإنما هناك أجهزة وأدوات وأتمتة وبرامج ذكية يمكن تغذية المنهاج أو الطلاب. سيدي أنا أقر لك بكل ذلك، ولكن يبقى الكتاب هو الأساس. الآن اسأل طلابنا في الوطن العربي كله، الطالب يأتي إلى البيت، ماذا أخذتم اليوم في مادة العلوم؟ يعني إن قال لك أدري، افتح لي الدرس في الكتاب، يقول لا أعلم، في أي صفحة لا أعلم، مع عنوان درسك لا أعلم. بسبب؟ بسبب سيدي أعود وأقول المعلم. نعم. أنا سيدي المعلم عندما يدخل إلى الصف أول شيء يجب أن يذكره، يكتب على السبورة عنوان الدرس المعطى لهذا اليوم، ويطالب الطالب أن يفتح كتابك، يفتح الطالب الكتاب، هذا هو عنوان درسنا. نعم. قبل كل شيء يبين لهم الهدف والغاية من هذا الدرس. نعم. تشويق، يشوقهم لكي يجذبهم وينتبهوا إلى هذا الدرس، ثم يقول أطوي الكتاب ويشرح لهم الدرس. ركزت في حديثك على أحد أضلاع المثلث وهو المعلم، أستعير منك هذه القضية لأسأل الأستاذ أحمد في القاهرة. أستاذ أحمد، يعني يثار الحديث الآن في الوطن العربي عن هجرة كبيرة في الموارد البشرية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في حقل التعليم تحديدا لخارج الوطن العربي لأسباب سياسية واقتصادية عدة، ما عمق الأثر الذي أحدثته هذه الهجرة على بنية التعليم في الوطن العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي لك أستاذ جهاد ولضيوفك الكرام ولطاقم البرنامج المميز، وأيضا لكل المعلمين وجميع الطلاب الكرام بمناسبة العام الدراسي الجديد.
وأشكر حضرتك على اختيار هذا الموضوع الحيوي والهام الذي هو يعني موضوع الساعة وكل ساعة. دعني يعني أشير إلى نقطة تكلم فيها الأساتذة الكرام، لكن على أن لا تغفل، وهي على أن لا تغفل سؤالي أستاذ أحمد. لا وهي قضية المنهاج. فقضية المنهاج، المنهاج هو بمفهومه التربوي والتعليمي الشامل هو مجموع الخبرات والممارسات والمهارات والمعارف التي يمكن من خلالها تغيير سلوك الطالب وحدوث عملية التعلم. والكتاب هو جزء من هذه القضية، والمعلم محور أساسي من هذه القضية. الآن أنا يعني أتوجه إلى سؤال حضرتك، وأيضا الوسائل التعليمية وقراءة التدريس وقضية التقييم وتقويم، هذه قضية في غاية الأهمية. سؤال حضرتك يتركز في ما يعني في حيثية مهمة، ما هو عدد هؤلاء المعلمين؟ ما يعني هي النسبة؟ بصفة عامة، هناك معلمون في العالم العربي يقومون بالتجوال بحثا عن فرص أفضل لهم بالانتقال إلى بعض الدول الغنية لأجل أن يحصلوا على فرصة أكبر لكن هل في تعتبر مجال أن هذه الهجرة، هذه التدريس. الهجرة التي حصلت في الوطن العربي بالنسبة للموارد البشرية المتصلة بالعملية التعليمية، هل ترى أن هناك نزيفا أثر بعمق على بنية النظام التعليمي في الدول العربية؟ لا شك أن هذه الهجرة تركت أثرها أو تترك أثرا بالنسبة للبلاد التي يعني رحلوا منها. لكن إذا كنا نتكلم عن العالم العربي ككتلة وكعالم عربي، فلا شك أن المعلم المصري الذي انطلق إلى مثلا بلدان الخليج، لا شك أنه ترك أثره الإيجابي. كذلك المعلم السوري والمعلم العراقي والمعلم الفلسطيني ترك أثره وبصمته في مثل هذه المجتمعات. وحتى هذه المجتمعات بعد أن حدث نوع من شبه الاكتفاء من الناحية التعليمية، وكان هذا لم يحدث حتى الآن حتى هذه اللحظة، إلا أن لا شك أن يعني نظرية الأواني المستطرقة أن هناك جانبا إيجابيا في هذه المجتمعات تركه أو يعني أثر في انتقال هؤلاء المعلمين، وهذا معروف يعني. وفي نفس الوقت المعلمون الموجودون في بلادهم والذين لم تتيسر لهم فرصة الهجرة، لا شك أنهم يعني بذلوا جهدا لأجل أن يثبتوا وجودهم حتى في خارج نطاق التعليم العام الحكومي أو التعليم حتى الخاص، يعني ما يسمى مثلا بظاهرة المراكز أو السناتر التي انتشرت في أرجاء مثلا مصر. لا شك أنها كانت محاولات من المعلمين لأجل أن يحاولوا أن يحصلوا على يعني ما يكفيهم وما يلبي حاجاتهم المعيشية والمادية، وأبدعوا. هناك معلمون أبدعوا في هذا الجانب. طبعا نحن لا نقيم التجربة كاملة، ولكن هذا توجه من المعلمين لأجل أن يقدموا يعني خدمة متميزة من ناحية هذه الدروس، نعم. وإن كان لها آثار اجتماعية، يعني ليس هذا مجال السؤال التحدث عنه. انطلقت في طرح السؤال من تقرير لجامعة الدول العربية تحدث عن هجرة كبيرة في الكفاءات التعليمية إلى خارج الجغرافيا العربية، إلى أوروبا وغيرها من دول العالم، والأثر الذي تحدث عنه التقرير. لكن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمد، نريد أن نحدد المشكلة في بنية التعليم أو في النظام التعليمي العربي اليوم. هذه المشكلة هي في البيئة السياسية والمجتمعية التي لا تساعد على إنضاج نظام تعليمي متقدم. هل المشكلة في عدم وجود الكفاءات التعليمية، المخططين، المدربين؟ هل المشكلة يمكن أن تكون في عدم الاستثمار المالي الكافي، أم الانصراف، أم عدم توظيف وسائل التقنية الحديثة، أم الانصراف إلى اللغات الأجنبية؟ ويمكن أن نستدل في ذلك على المغرب العربي، وأنت من موريتانيا. بارك الله فيكم. كل هذه النقاط التي وضعتم يوجد بعضها وتناقش
توجد عراقيل أخرى أكثر منها، ولكن في المرحلة الأولى أريد أن أعلق قليلا على قضية هجرة المعلمين، لأنها من هذا من هذه الجزئية التي ذكرتها. الدول عندنا من أكثر مشاكل التعليم أن الدول عندنا تنفق على التعليم شيء هامشي بالمقارنة مع ما تنفقه على أشياء أخرى فائدتها كلا أو على الأقل فائدتها في المنظور الحالي أو في المنظور المتوسط أقل بكثير من فائدة التعليم. فإذا كان المعلم عندنا مثلا يتقاضى راتبا، وهذا الراتب ينظر فيرى أن ماسح الأحذية الأمي أو البائع المتجول الأمي أو سائق سيارة الأجرة الأمي يكسب أكثر أو أضعاف ما يكسبه هو، ماذا يقع في هذه الحال؟ هو يهاجر داخل بلده. هذا نعم. بدأنا بالأول بالناس، بالمعلم ابتدائي، معلم في تعليم ثانوي إعدادي، ليست له آفاق بالهجرة إلى الخارج أصلا. هذا يهاجر يبيع، يهاجر يعمل في دكان، يهاجر يمارس مهنة حرة فيكسب منها شيئا أكثر من ما يكسبه، فهذه مشكلة كبيرة. وإذا بقي في التعليم يبقى مشغول البالي على لقمة العيش، هو يعلم ويريد أن يصرف شيئا من وقته على تعليم أبناء بلده، على تثقيفهم، على تربيتهم تعليميا وأخلاقيا وكذا، ولكن هو مشغول البالي في لقمة عيشه، في أساسيات حياته. إذن المشكلة متعددة الأقطاب. المشكلة متعددة، ولكن الجزء المالي منها جزء كبير. ومن هنا إذا كانت هذه المشكلة واقعة في التعليم الأساسي والابتدائي، فما بالك بالتعليم العالي؟ التعليم العالي الذين يهاجرون للخارج يقولون نحن إذا بقينا في دولنا ودرسنا في الجامعات، درسنا فيها تخصصات علمية مهمة كالطب مثلا، ودرسنا فيها علوم تطبيقية وكذا، سيكسب الواحد منا مثلا، أقول أستاذ جامعي، أقول سيكسب مثلا $1,000 مثلا في الجامعة. نعم. وجلس إذا جلس ذهب إلى الخارج يمكن يدرس في أكثر من جامعة ويكسب أضعاف هذا مع حياة كريمة وعيش كريم وتقدير لا يجده في بلده. فالتفريط من الحكومات والإهمال من الحكومات وضعف الميزانية التي تخصصها الحكومات والارتجالية التي تتسم بها أنظمة الحكومات والهامشية التي ينظر بها إلى التعليم في الحكومات، هل تدخل الدولة المركزي وقوة هذا الدور الحكومي في عملية التعليم هل يمكن أن يكون سببا من أسباب تراجع المستوى الكفاءة التعليمية في الدول العربية؟ هذا سؤال مهم جدا، لأنه في المحيط العربي والإسلامي التعليم في أصله كان تعليما خصوصيا. الدول الإسلامية، الأمة الإسلامية، خلينا نقول الأمة الإسلامية بدون مفهوم هذا الدولة ما دولة، الأمة الإسلامية كانت رائدة في مجالات مهمة كالطب مثلا والجغرافيا وبعض العلوم التطبيقية الأخرى، وهذا في حتى هنا نشاهد هنا في إسطنبول معهد العلوم الإسلامية يؤرخ لهذه الأمور، هذا اكتشفه المسلمون سنة كذا، وهذا اكتشفه المسلمون سنة كذا، وهذا هو من طبقه المسلمون سنة كذا. فالتعليم كان في أكثره لم يكن تعليما مركزيا، كان تعليما أهليا. ثم لما جاء هذا العصر وصار كل شيء مركزيا، صارت هذه المركزة مهمة ومفيدة أيضا لاستمرارية هذا التعليم ولتقديم هذا التعليم، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه المركزية بحيث تقضي أيضا تماما على التعليم الخصوصي. وهنا هذا يعني هذا لا يعني أن يكون التعليم النظامي مثلا مقرونا بالتعليم الخصوصي، كأن يكون الشخص مثلا يدرس منه في المدرسة الحكومية ولكنه يأخذ له أساتذة ومعلمين في البيت، لأن هذا تعليم تمييزي يمكن أن يستفيد منه الأغنياء. نعم. وهم قلة في هذه البلدان ويفوت الآخرين، لكن ينبغي أن يكون في المدارس الحكومية برنامج هادف نافع نابع من هوية هذا أقل القليل. هذا متعلق بالوسائل الكفيلة بالقفز بالعملية التعليمية، سنبحثه في المحور الأخير من هذه الحلقة، لكن نذهب إلى الفاصل، نتابع حديثنا بعد قليل. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة،
معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. مرحبا بكم مرة أخرى في الحديث عن التعليم في الوطن العربي والهدف الذي يحققه. سريعا نذهب إليك أستاذ سميح، التعليم في الوطن العربي يسير وفق غائية أو أهداف كبرى محددة مرسومة، أم أنه التعليم لذاته وليس للغايات التي ينبغي أن يحققها؟ يعني بمعنى أنه تعليم عشوائي، تتعلم الناس لمجرد التعلم ويعلم المعلمون لمجرد التعليم. والله سيدي الكريم، التعليم يجب أن يكون غائي، يعني أي عمل ليس له غاية هو ضرب من الجنون. لكن أنا لي تعليق على ما قاله الأستاذ. لكن في حالتنا العربية قبل التعليق، يهمني جدا الإجابة عن السؤال الأستاذ سميح، الآن التعليم في الوطن العربي بحكم خبرتك، هل يسير وفق منهج وأهداف محددة ومرسومة لتحقق استراتيجيا، أم أنه بشكل عشوائي يسير؟ يا سيدي لا، ليس عشوائي، يسير نحو خطة مبرمجة. لكن قل لي، هل مكان الوصول له مثمر أم غير مثمر؟ نعم. يعني ندرس الهندسة، يدرس الإنسان يصبح مهندسا، وبعد ذلك يفتح بقالية ربما، أو يعمل نجارا، أو يعمل في التجارة الحرة، وكذلك معظم الجامعين المتخرجين. معنى ذلك أنا أدرس لأصل إلى غاية، ولكن هذه الغاية التي أنا أصبو إليها عندما أصل إليها لا أجد الواقع يساعدني على فعلها. لكن المدارس في الأساسية في الوطن العربي، في الدول العربية عموما، وربما يمكنك أن تتحدث عن سوريا بما أن لديك خبرة واسعة في هذا السياق، هل تقدم معرفة للتلميذ؟ هل تمسكه أدوات المعرفة بحيث عندما يتخرج من المرحلة الثانوية ويدخل الجامعة يعرف ماذا عليه أن يفعل، يعرف كيف يستثمر علمه؟ يا سيدي الكريم، أنا أهم شيء بدي أزرع الرغبة في قلب هذا التلميذ لتقبل العلم، أهم شيء. طب زرعت رغبة وليس لديك علم تقدمه إليه. يا سيدي خليني أرجع شوي بس للشيء قاله الأستاذ محمد، الذئب الجائع أم الشاة التي انحرفت أم الراعي الذي أهمل، من هو المذنب بينهم؟ يعني طرحت السؤال للنقاش، أنا من المذنب، من الذي يجب أن يحاسب، الذئب الجائع أم الشاة التي انحرفت أم الراعي؟ لا سيدي، الراعي هو المسؤول الأول والأخير. وكذلك سيدي الكريم، أنا عندما الدولة ترعى المعلم وتعطيه حقه الكامل ويصبح للمعلم قيمة في المجتمع، قيمة في المجتمع، يعني نحن تغييب هذه القيم والقدوات في المجتمع سيدي أمر خطير على هذا الجيل. طب لماذا الحديث دائما عن الدولة العربية المتهمة في كل شيء دائما؟ يعني المدارس الخاصة، ونحن نتابع قضية التعامل مع المدرسين في المدارس الخاصة، لا من حيث الراتب أو الأجرة الشهرية، ولا من حيث طريقة المعاملة وتوقير المعلم، لم تقدم بديلا مناسبا للمدارس الخصوصية. شيء جميل سيدي، هل أتحدث بصراحة؟ طبعا سيدي بصراحة كاملة، حتى المدارس الخاصة على مستوى اسطنبول، أنا أحكي في اسطنبول، هي استثماريا غير جيدة. يعني يخيل للآخرين، أخي مدرسة تقبض بالدولار وتعطي المعلم بالليرة، تعال أيها المدرس استلم المحاسبة تفضل. يعني سيدي الكريم، حتى في المدارس الخاصة ما لم تدعم الدولة المدرسة أو المتعلم لا يكون هناك ثمرة، لن نقطف الثمرة. لأنه حقيقة المعلم والمدرس ما لم يكن مرتاح نفسيا اقتصاديا وماديا لا يمكن أن ينجح في التعليم. لا يمكن أن يبدع، لا يمكن أن يصنع لنا جيلا. واضح. لكن في سؤال ذي صلة أسأله إلى الأستاذ أحمد في القاهرة، فيما يتعلق في العلاقة بين التعليم وبين حاجات
المجتمع. إلى أي مدى التعليم العربي اليوم يلبي حاجات المجتمع الحقيقية ولا يراكم تخصصات على حساب شغور تخصصات أخرى؟ لا شك أنه يحتاج إلى مراجعة بهذه النقطة. سبب عدم وجود تقييم دقيق لحاجات المجتمع وللمخرجات المتوقعة من العملية التعليمية بصفة خاصة. يعني إذا كان المجتمع في حاجة إلى عدد من المهندسين أو عدد من الأطباء أو من المعلمين أو إلى خريجي الزراعة إلى غير ذلك، فلابد أن يتواكب ذلك مع حاجات المجتمع ويلبي هذه الاحتياجات. وهذا لا يأتي إلا باستقراء وإحصاء دقيق وعملية تقييم مستمرة، فمن خلالها يتم تحديد الحاجات. هناك نقطة مهمة في هذا الجانب أيضا تلعب دورا بالإضافة لعدم وجود الإحصاء الدقيق أو لحاجات المجتمع إلى غير ذلك، وهي نقطة أننا عندما ننظر إلى المنهاج المطبق في التعليم في العالم العربي، فإننا سنجد أن الأهداف التي تنبثق عن الأسس التي يقوم عليها هذا المنهاج، هذه الأهداف الإجرائية التعليمية السلوكية لو تفحصناها سنجد أنها ربما تقتصر على الجانب المعرفي فقط، على الأهداف المعرفية فقط، على ما يسمى بالنوليدج. أما المهارات السكيلز أو الجانب حتى الجانب الوجداني، هذه الجوانب وهي أهداف في غاية الأهمية، فإننا سنجد أن هذه الأهداف لا تأخذ حقها في الفصل الدراسي أو في المنهاج التعليمي. الأهداف المهارية، الأهداف النفس حركية، الأهداف الوجدانية، بينما يتم التركيز على الأهداف المعرفية فقط، وليست كل الأهداف المعرفية إنما المستويات الأساسية منها وليست المستويات العليا. فلو أخذنا سلم بلوم مثلا الذي هو يلعب دورا كبيرا في عملية الأهداف المعرفية، سنجد أن التركيز يكون على التذكر وعلى الفهم وعلى التطبيق، بينما مهارات التحليل ومهارات التركيب ومهارات التقويم ومهارات الإبداع والابتكار، هذه المهارات لا تأخذ حقها. وبالتالي ستجد أن سوق العمل الآن، من الذي يلبي سوق العمل الآن؟ الشباب الذي كما يقول المثل المصري بيشتغل على نفسه، الذي يجتهد الآن ذاتيا ليحصل المهارات التي يستطيع أن يواجه بها احتياجات القرن 21. لكنها هل هي موجودة في البرامج وفي المناهج، موجودة بصفة يعني صفة عامة وصفة فيها جدية وفيها متابعة؟ هذا الذي يحتاج إلى مراجعة، وهذا الذي يشك فيه جانب معرفي فقط، وجزء من الجانب المعرفي يركز على الجوانب الأساسية ولا يتجاوز ذلك إلى المستويات العليا كمهارات يحتاجها الإنسان في هذا القرن الذي نعيش فيه. نعم. فهذان مجالان مهمان. نعم. في الإجابة على النقطة التي طرحتها حضرتك، وهي نقطة مهمة جدا. طيب في أستاذ محمد، فيما يتعلق بالتخطيط، إلى أي مدى المدارس اليوم في الوطن العربي سواء كانت حكومية أو خاصة يوجد لديها مطبخ أو مركز للتخطيط المتقن للنظام التعليمي أو للعملية التعليمية بحيث تمكن تلاميذها وطلابها من المعرفة؟ أنا برأيي التخطيط ينبغي أن يكون صادرا من الحكومات وليس من المدارس. الحكومة تتبع لها آلاف المدارس أو عشرات آلاف المدارس، هي التي ينبغي أن تقوم بمهمة التخطيط، وهذا التخطيط في الوطن العربي لا ينبغي أن يكون على مستوى دولة فقط، بل ينبغي أن يكون هناك تخطيط مشترك ومنسق بين الدول العربية. لماذا هذا؟ لأني أنا مثلا في تركيا زرت كنت مكتبات الكتاب الطبي مثلا في تركيا، تجد فيها الكتب عن كل صغيرة وكبيرة، حتى طب كتب عن طب القطط فقط، كتب عن طب الضأن فقط والمعز، مراجع. كتب عن طب، أما كتب التخصصات في طب الإنسان من التشريح إلى طب العظام إلى طب الأمراض العامة إلى طب الأمراض المعدية إلى طب كذا، كل تجده متوفرا بالتفصيل. هذا عن تركيا التي لغتها بهذا الحرف اللاتيني وبهذه الكتابة وبهذه الصيغة
هذه المراجع فيها فقط موجهة لداخل تركيا اللي هي فيها أقل من 90 مليون. فماذا 85 مليون نعم. فماذا عن الوطن العربي اللي هو مئات آلاف مئات الملايين يعني من 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 السكان؟ مصر وحدها سكانها أكثر من سكان تركيا. يعني نحن إذا وجدنا إذا عربنا التعليم مثلا من أوله إلى آخره نكون قد أخذنا هدفا ونكون قد أخذنا غاية ونكون قد خططنا. وتعريب التعليم في دولة عربية واحدة يعني خطوة أولى لتعريب التعليم، يعني نموذج لتعريب التعليم في جميع الدول الأخرى. نحن لغتنا العربية، لكن سوريا منذ 50 سنة مكتوبة مثلا، سوريا مثلا منذ 50 سنة عربت اللغة عربت العلوم ومع ذلك لم ينحو نحوها أحد. سوريا نعم عربوا العلوم وكان عندهم طب وكانت عندهم صناعات وأدوية تصدر باللغة العربية وكذا، وكان هذا جهد كبير وكان محل ترحيب. ولكن كما مثل ما قلت لكم هذا ينبغي أن يكون جهدا منسقا. إذا وجد تعريب مثلا للتعليم وتعليم محلي وتعليم يعبر عن الهوية، هذا التعليم إذا وجد هكذا ينبغي أن يعمم، وهو من السهل أن تقتبسه دول أخرى حتى يمكن أن تنسخه نسخا. فاللغة العربية المكتوبة مثلا الفصحى لا تختلف من أي دولة عربية إلى دولة أخرى، بينما لا تكاد تجد دولة في العالم لغتها المكتوبة كما هي يمكن أن تتجاوز حدود هذه الدولة. لا تكاد تجد أي دولة في العالم هكذا. أما نحن هذه الدول كلها لغتها نفس اللغة وكتابتها نفس الكتاب، فأي تجربة ناجحة في هذه الدول ينبغي أن تستنسخ إلى الدول الأخرى، وينبغي أن تكون محل ترحيب الدول الأخرى، وينبغي أن تكون محل تنسيق ومحل بنيان، فيبنى بعضها على بعض ولكي يكون الأمر ناجح. أما إذا كان هنا دولة هي في حالها ليست مستقرة أصلا، والفساد المالي مستشر في دولنا وكل أنواع الفساد السياسي والمالي تصنف دولنا دائما في الهامش، هذه الدولة لا تهتم بأي شيء، لا بتنمية ولا بالتعليم، وليس فيه استقرار وليس فيه أي شيء، فلا يؤمل منها نجاح تجربة تعليمية منفردة أصلا. نعم. سبل الارتقاء بالتعليم في الوطن العربي هو ما نبحثه في المحور الأخير من هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل الأخير. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية، نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء. أهلا بكم أستاذ سميح، ما الآلية الكفيلة بتطوير التعليم في الوطن العربي، وأي وسائل يعني تضمن تحقيق هذه الغاية؟ أستاذي الكريم، المعلم ما لم يكن صاحب رسالة ومحب مهنته لن ينجح التعليم في هذا الوطن العربي. المعلم ليس موظفا، المعلم هو يحمل أمانة هذه الأمة. الطفل أغلى ما يملك الإنسان، عم يسلمك يا حطه أمانة بين إيديك، إن لم تحسن توجيهه وتمتلك قلبه للطفل، سيدي أطفالنا اليوم يسرقون من بين أيدينا، يسرقون من غرف نومهم. أنت تظن أنك قاعد في بيتك وتغلق الأبواب وطفلك أمامك، سيدي هذا الطفل مسروق، سرقته وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الطفل ما لم نهيئ له معلما يمتلك قلبه، يمتلك قلبه فيحب معلمه، فيؤدي ذلك إلى حب المادة، إلى حب المدرسة فيبدع، وإلا
نخسر هذا الجيل. لكن المعلم، فالمعلم سيدي، لكن المعلم في النهاية ليس سوبرمان. يعني نحن نتحدث عن عملية تعليمية متكاملة ينبغي يعني أن يصار إليها للارتقاء بالمستوى التعليمي. يعني كان مثلا في الوطن العربي في منذ 20 أو 30 أو 40 عاما كان هناك يعني معلمون مهرة، كان هناك معلمون متفانون في عملهم، لكن لم ينتج لنا بيئة علمية مناسبة. سيدي الكريم، حتى الآن يوجد معلمون مهرة. المعلم سيدي الكريم الماهر يجب أن أستقطبه لمدرستي. يعني أنت يعني ما كل إنسان بيجي واحد بيعمل عندي مقابلة مشان يقدم لتدريس مادة ما بيطلع لي شهاداته، لا دع الشهادات. أنا في عندي قبل شيء الكريزما تبع المعلم، شخصية المعلم، الاتزان تبع المعلم، هل سيدخل إلى قلب طلابه؟ هي أهم شيء، أهم من الشهادات التي يحملوها. لأنه طالبنا إذا حسننا حقيقة نمتلك قلوبهم استطعنا أن نوجههم التوجيه الذي نريد، وإلا خسرناهم. حتى سيدي في السابق، ليش في السابق سيدي؟ يعني أنتجنا، من قال لك لم ننتج سابقا؟ أنتجنا، يعني الأمة خرجت علماء وباحثين ومفكرين أكثر من الآن. الآن نعجز سيدي الكريم، الآن طالب يسأل البكالوريوس ضد ضرب محافظه. عفوا أستاذ سميح، يعني كل دولة فيها علماء ومفكرون ومثقفون، لكن نتحدث عن البيئة التعليمية، البنية التعليمية التي تنتج حضارة مدنية كما فعلت ماليزيا، كما فعلت سنغافورة، كما فعلت سيدي الكريم في حكومة وراها. الحكومة ما لم تقدم للتعليم الميزانية الكبيرة العالية. سيدي لماذا يشترون لاعب كرة القدم بملايين الدولارات؟ لماذا لا يشترى المعلم المدرس الناجح لهذه المدرسة لتعليم هؤلاء الأطفال هذا الجيل؟ يعني أنا عندما ربما أنت تقول لي أخي كرة القدم استثمارية، أنا أستثمر رأساً بيجيني متفرجين وجمهور، وأقول لك هنا أنت تستثمر في العقول وفي الأدمغة، لكن على الأمد البعيد. قد يكون تفكير الحكومات منطقي، بمعنى أن إذا استثمرت في العلم سيأتي من يطرد هذه الحكومات التي تمارس نوعا من الفساد. فهي تفكر تفكيرا منطقيا. نحن نتحدث في الشأن التعليمي، البنية التعليمية، المعلمون، المخططون، يعني ما الذي ينبغي عليهم أن يفعلوه حتى ينتجوا للوطن العربي بيئة تعليمية تخرج علماء تؤسس لنهضة علمية مستقبليا؟ والله يا سيدي الكريم، إذا عمل كل معلم باختصاصه وأتقن عمله، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عمل أن يتقنه، وكان مخلصا وصادقا وغيورا على طلابه، يبدع وينتج ونرى الثمرة في المستقبل. نعم. وأهم شيء غرس القيم سيدي، غرس القيم، قضية القيم. يعني المدرس الناجح هو الذي يستثمر فقرات الدرس في غرس القيم وربطها بالواقع. حتى الفقرة عندما أعطيها للطالب سيدي الكريم أربطها بالواقع. أي شيء عم تعطيه للطالب اربطه بالواقع، اجذبه، لا تخليه بعالم الخيال والوهم. نعم. فهذا المدرس الذي يستطيع أن يبدع هذا الإبداع يستطيع أن يعطينا هذه الثمرة. طيب أستاذ محمد، ما المسار الذي ينبغي أن تسير فيه أي عملية تطوير للتعليم في الوطن العربي، بمعنى الغائية، الهدف الأسمى والأكبر الذي ينبغي أن يكون التطوير سعيا لتحقيق هذا الهدف؟ أي مسار ينبغي أن يسلك الخطة التطويرية؟ أولاً الوطن العربي هو أحواله تختلف ومشاكل فيه متعددة. نحن عندنا دول عربية محورية هي أصلاً تعاني من احتلال ومن مشاكل داخلية وحروب وموجات هجرة واللجوء، كبلاد الشام وكفلسطين المحتلة وكاليمن وكالعراق التي عانت من احتلال وعانت من حروب أهلية وداخلية. وهذه الدول في قلب وفي لب الوطن العربي، ودول مؤثرة ودول تصدر الثقافة أصلاً للوطن العربي. وفي دول عربية أخرى أيضاً فيها تعاني من فقر والبنية التحتية فيها ضعيفة وفيها اكتظاظ مدرسي وفيها تسرب مدرسي وفيها يعني نحن عندما نتكلم عن الوطن العربي ينبغي أن نتكلم بنوع من التفاوت. ربما في مصر التي كانت تصدر الثقافة للعالم وكانت ربما يعني في مرحلة من المراحل العقول الكبار تصدرهم للغرب، ربما نتكلم الآن عن اكتظاظ في مصر، في بنية تحتية ضعيفة، في مستويات تعليمية. هذا بالنسبة لمصر التي هي مثل ما يقول إخوان المصريين أم الدنيا. فالمشكلة في الوطن العربي هي مشكلة مركبة ومعقدة.
ولكن إذا أردنا أن نتكلم عن شيء مشترك أعود وأؤكد على قضية الهوية، أنه ينبغي أن الدول العربية مهما كان الجهد الذي ستقدمه هذه الدولة ومهما كانت المشاكل التي تعاني منها هذه الدولة، ينبغي أن يكون التعليم جهدا مشتركا. ينشط في اسم جامعة الدول العربية، ما أهمية جامعة الدول العربية هذه؟ ما هي ما هو المطلوب من هذه من جامعة الدول العربية هذه؟ لماذا جامعة تقدم الدول العربية ألاف مراكز؟ ألاف الأبحاث والدراسات قدمتها لتطوير التعليم في الوطن العربي. لا 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 يكفي فقط الأبحاث المجردة، هذه ينبغي أن تكون مثلا لها مراكز لترجمات العلوم، مراكز لتقديم تعليم نموذجي، مراكز لي يعني هي جامعة الدول العربية، يعني ليست فقط تجتمع ما تقول نعبر عن قلقنا أو كذا، أو يكتب شخص بحث معين وينشر باسم الجامعة أو كذا، ليس الأمر هكذا. يعني هو ينبغي أن يكون في جهد لتعليم يعبر عن الهوية الإسلامية العربية، تعليم نابع من منا، تعليم يمكن أن نبني عليه، لا أن نكون نحن نقول هذا شخص خريج من بريطانيا هذا عندك 50 درجة لأنك خريج من بريطانيا، أو خريج من أمريكا عندك 50 درجة، أنت وين درست؟ أنت أين درست الطب؟ درسته في سوريا. لا، أنت نحن نحتاج شخصا يعرف اللغة الإنجليزية، نحن أنت تريد أن تقرأ أن تدرس في دولة عربية لا أن تدرس في دولة أخرى. تجد الإعلانات، أنا أتابع إعلانات التعليم في دول الخليجية مثلا، في دول يقولون لك لكلية الآداب في اللغة، لكلية الآداب مثلا في اللغة العربية أو لكلية الشريعة مطلوب اللغة الإنجليزية، لكن حتى هؤلاء امتحان اللغة الإنجليزية. أستاذ محمد، حتى هؤلاء الذين يطلبون طبيبا يجيد اللغة الإنجليزية هم في النهاية خرجوا نظام تعليمي في بلدانهم، إذا وهذا مرتبط بقضية الهوية التي تحدثت عنها. لو أذنت لي أن أذهب إلى القاهرة لأسأل الأستاذ أحمد، الأصل في تطوير النظام التعليمي هو أن تقوم به الحكومات، وقد قامت الحكومات العربية بكثير من الجهد، قدمت آلاف الأبحاث والدراسات وشكلت مئات اللجان، لكن الحقيقة يعني النتيجة كما يعبر أحدهم كثير من الجعجعة وقليل من الطحن. هل يمكن أن يكون هناك مسارات بديلة بعيدا عن الحكومة حتى لا يقع العرب فريسة لعقيدة الانتظار، انتظار الفرج؟ هل يمكن أن يكون هناك مسارات بديلة لتحقيق نهضة تعليمية تؤسس لنهضة حضارية في الوطن العربي؟ نعم، ممكن. التحدي كما يقول أرنولد كومبي، التحدي هو الذي يصنع الحضارة، هو الذي يغير التاريخ. وألمانيا واليابان نموذجان لأمم يعني نهضت من الحضيض، نهضت من العدم، واستطاعوا أن هم يسجلوا لهم موقعا تحت الشمس. نستطيع أن نفعل ذلك. كيف يكون ذلك؟ يكون أولا عن طريق الموارد، يكون عندنا أناس يقومون بالدور المدني، المدنيون ورجال الأعمال والناس المخلصون، وهم يعني موجودون بكثرة في هذه الأمة، يستطيعون القيام بأدوار بالتعاون مع الحكومات حتى لو كان موجودون بكثرة، لكن ليس لدينا نظام تعليمي بديل. المدارس الخاصة ليست بأحسن حالة من المدارس الحكومية. الآن أقول لحضرتك، هناك حوالي 3 دول عربية الآن تسلك مسلك معايير القياس ومؤشرات الأداء، يعني بدأوا وقطعوا شوطا في هذا الجانب. نستطيع أن نركز على معايير التعليم الجيد، المنهاج وأسسه، تحقيق الأهداف ذات الصلة بهذه الأسس، جودة معايير القياس ومؤشرات الأداء بحيث أنها تعتمد على الدقة، على الواقعية، على المرونة، على الشفافية، جودة المعلم بحيث كما قال أستاذنا الفاضل التركيز على تكوينه الأكاديمي وتكوينه النفسي وتكوينه المادي وإعادة وضعه الاجتماعي. وهذا أيضا لابد أن يلعب الإعلام دوره، وتستطيع وسائل التواصل الاجتماعي القيام بدوره في هذا الموضوع. الطالب وتحديد حاجاته بدقة، وأن يكون له دور في العملية التعليمية بحيث أن الطالب يصمم، يبحث، يكتشف، ونلبي الذكاءات المتعددة. يعني قطعت فيه الأمم أشواطا، نستطيع أن نسلك فيه نفس المسالك، وهذا سهل. الذكاء الاجتماعي، الذكاء الرياضي، الذكاء اللغوي، نستطيع أن نحدد ذكاءات الطلبة ونلبي هذا من خلال التخطيط، هذا يمكن. نستطيع أن نقيم ونقوم المنهاج نفسه، يعني فلسفته، تدريب المعلمين عليه، مراجعته بصفة مستمرة، توسع في إطرائه،
في ما يسمى بالتوسع الرأسي والتوسع الأفقي في المنهاج، هذا نستطيع أن نقوم به، نستطيع أن نطور نعم. الأداء، أن تكون هناك أيضا أدوات تقويم موضوعية. التقنيات والوسائل التعليمية المتعددة نستطيع كذلك ستجعل التعليم أكثر أشكرك تعلم صحيح. أكثر متعة وأكثر دافعية للطلاب. بالمتابعة نعم. نستطيع أن نفعل ذلك، لا نقتصر على الجانب المعرفي فقط، بل نركز على الجانب الوجداني، ونحن أمة الوجدان، أمة عندنا ثروة وجدانية هائلة نستطيع أن نوظفها في هذا التعليم. أشكرك. عندنا الجوانب النفس حركية المهارية، بأن التعليم كما قال أستاذنا يكون مرتبط بالحياة، مرتبط بالواقع، مرتبط بالأداء العملي والسلوكي. سينتقل التعليم نقلة نوعية، وعندنا طلاب في الحقيقة، يعني هذه نقطة مهمة لدينا. أرجو الاختصار، أدركنا الوقت أستاذ أحمد، أدركنا الوقت. تفضل تفضل بعشر ثواني تفضل. أنا أقول لحضرتك وأنا أهدي يعني كلامي هذا لأم ذكرت أول أمس أن ابنها ذهب إلى الروضة وعنده 3 سنين ونص، فجاء يبكي كما كبقية الأطفال. نعم. فقالت له إحنا دافعين لك مبلغ وبتاع، والروضة بتبكي ليه؟ ها؟ قال لها لأنه هم بيخلونا يحبسونا داخل الفصل، وأنا عايز ألعب، عايز أنطلق، عايز ألعب، تمام؟ لأن الجو حار في بلد خليجي. طيب. الجو حار. فقالت له يعني خليك في الكلاس بتاعك. قال لها مش اسمه كلاس، اسمه الفصل، تمام؟ يعني هذا أهدي هذه العبارة، لأنه حقيقة هزتني من الأعماق، وكأن الفطرة طبعا. صوت الفطرة يتكلم من داخله وهو يقول لأمه اسمه فصل مش اسمه كلاس. وضحت الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيوفي في الاستوديو محمد فارس سيد الشنقيطي الباحث في قضايا التعليم في البلدان العربية، وسميح الشيخ مدير عام مدارس الأوائل الدولية في إسطنبول، ومن القاهرة أحمد عبد الباري المستشار التعليمي. شكرا لكم على كرم المتابعة، في حراسة الله.